أحبائي، سعد صباحكم، صباح النور، صباح الورد. أتمنى تسمعوا هذا الأوديو في أوقات جميلة. بونجور تولموند، جود مورنين و أزول. أوديو اليوم مزعج شوية ولكنه ضروري، وأنا الحقيقة عملت فيه شوية، جمعت كل أسئلتكم. ما تقريبا مش راح نجاوب عليها الكل، ولكن راح نجاوب على 4 أسئلة اليوم، وفي موضوع لاحق إذا رجعت لنفس الموضوع راح نكمل الأسئلة المتبقية اللي أنا دونتها. أولا وقبل كل شيء حبيت نعزيك إسحاق، عدم الله أجرك في خوك صغير، وابتعد عن الأفكار السلبية اللي أنت فيها. هو ارتاح، كان موجود في جسم عليل وربي سبحانه اختاره. يعني أنا نشوف أنه ارتاح من سجن هذا الجسد المريض. ف يعني ما تفكرش بهذا الطريقة السلبية، وطلب له الرحمة دائما، وتذكر كل أوقاتك الجميلة اللي عشتها معه. هو ربي يصبر الوالدة إن شاء الله، ويصبر كل الأسرة عندك. أوديو اليوم مثل ما قلت هو حول موضوع يعد ممكن من أحد الطابوهات، مش كل الناس ممكن تتكلم عليه، ولكنه موضوع موجود يعني وشائع كذلك في الأوطان العربية وحتى في الدول الأخرى، ولكن ربما نسبة وجوده في الوطن العربي أكبر شوية من نسبة وجوده في الدول الأخرى، وهو موضوع الهوس الجنسي. علميا الشخص هذا أو الرجل هذا، لأنه هو مرض موجود عند الرجال بنسبة كبيرة جدا، قليل جدا ما يوجد عند امرأة، هو موضوع الهوس الجنسي. وعلميا مثل ما قلت الآن نسموه النرجسية الجنسي، النرجسيك سكسوال، هذا هو اسمه يعني الأكاديمي. الأوديو مقسم إلى جزئين، فالجزء الأول رح نعطيكم علامات لا تخطئ، علامات لا تخطئ أن شريكك في العلاقة الجنسية سواء كان زوجك أو حبيبك هو شخص نرجسي جنسي أو هو شخص مهووس جنسي. فالعلامات اللي نعطيها لك الآن، إذا وجدت منها 3 على الأقل، يعني 3 على الأقل، أكيد إذا وجدت فوق 3 ما فيش داعي أنك تشكي تماما أني أتحدث عن هذا الرجل، ولكن إذا وجدت أقل من 3 ففيه شك، ولازم تعملي نوع من الاختبارات النفسية لهذا الشخص حتى تتأكدي أنه فعلا شخص سليم وأن حياتك معاه مش مهددة. نحب نعلمكم كذلك أنه هذا المرض اللي نحن نحكي عليه اليوم إذا ارتبط بالسادية فرح يعطينا مغتصبي الأطفال اللي يقتلهم، ورح يعطينا كذلك الراشدين المرضى الذين ينتقمون جنسيا من الأطفال، وحدثت حوادث كثيرة سواء في الجزائر ولا في أي بلد عربي أنه يأخذوا أطفال وينتقموا منهم بطريقة جنسية. هذا الناس اللي عملوا هالشيء، هذا الراشدين اللي عملوا هالشيء، هم في الحقيقة أطفال في عقولهم. لما نقول أطفال نقصد أنهم نرجسيين، لأنه النرجسي طفل في الحقيقة، طفل عصبي ثائر فيه كل مواصفات المختل النفسي، وهم انتقموا من الأطفال بهذه الطريقة. مثلا رجل في عمر 40 يغتصب طفلة عندها 5 سنوات ويقتلها، فلأنه أولا هو نرجسي جنسي مثل هذا نحكي عليه اليوم، وزيدوا ضيفوا له صفة أخرى هي السادية، ولذلك قام بهذا العمل. فلذلك اليوم رح نعطيكم 8 علامات حتى تكتشفوهم على الأقل، أنتوا تتقوا شرهم وتبعدوا عليهم أولادكم. أهم سؤال أثار في هذا الموضوع وقررت أن أسجل لكم اليوم هو سؤال لسيدة قالت لي أنها ترى أنه زوجها ينظر إلى ابنته المراهقة بطريقة شخص أو بطريقة رجل يتمناها جنسيا، يعني هو قالت لي يلاحقها بعينيه في أي مكان تذهب إليه. وأنا إجابتي لك سريعة ومباشرة، هو نرجسي جنسي، وإذا اشتد به المرض قد يعتدي على ابنتك أو حتى يتحرش بها جنسيا في المنزل، وممكن البنت لا تكتشف ذلك أبدا لأنها ترى أنه الوالد ببساطة. طيب العلامات رح نبدأ بسرعة حتى ما نطولش عليك بالأوديو، ويكون كبسولة مفيدة وصغيرة ومفيدة ومباشرة. يعني أول علامة، الأشخاص هذو أو الرجال هذو المصابون بالهوس الجنسي
بالفرنسية كذلك بعض الناس يسموهم ليزوبسي دي سيكسويل، وهم رجال في الغالب سحرة، يعني توجديه رجل ساحر رومانسي في كلامه، عنده كاريزما وحتى يتمكن من السيطرة عليك. فالكثير منهم جذابون جدا يعني فيزيائيا، وهذا أكيد هذه يعني منحة أو نعمة، ولكن هم يستخدموها من أجل جذب الجنس يعني. فقلت الكثير منهم جذابون خاصة في بداية العلاقة، يعني الأسابيع الأولى من العلاقة، فتجديه يعطيك كمية كبيرة من العطف العاطفة والحب، والغرض من كل هذا هو أنه يعمل أرضية حتى أنت تعطيه فيما بعد ما يريده، ألا وهو الجنس. وهم في الغالب يعتقدوا أنهم ملوك الجنس، هم في تصورهم أنهم ملوك الجنس، وفعلا ممكن يكونوا كذلك، ممكن يكونوا شاطرين يعني جدا أو عندهم خبرة جنسية كبيرة، ولكن في الحياة هناك فعلا أشخاص يعني وسماء أو رجال وسماء ويتمتعون بكل الجاذبية والوسامة والخصائص الفيزيائية للرجل يعني بأتم معنى الكلمة، وعندهم كذلك خبرة جنسية، ولكنهم ليسوا مرضى، لازم تعرفوا. فلذلك لازم تفرقوا ما بين الإنسان الطبيعي والإنسان المريض. النرجسي الجنسي المهووس هو لا يهتم أبدا، لا يهتم أبدا بشريكته الجنسية، يعني أنت بالنسبة ليه فقط وسيلة لملء الفراغ، يعني لما يحب يعدي وقت أو يملى فراغه فيعمل علاقة جنسية، والفراغ هذا موجود عنده بداخله باستمرار، لازم تعرفي أنه فراغ متجدد. العلامة الثانية هم عندهم في الغالب إيجو جنسي عالي، عندهم إيجو جنسي عالي، حساسين جدا للنقد في هذا المجال، يعني لو تنتقديه تقولي له أنه الشيء مش تمام فيك في هذا الموضوع أو في هذا المجال راح يثور عليك، ما يحبوش أنهم ينتقدوا في هذا المجال، ولذلك هم يطلبون دائما الموافقة أو الأبخوباسيان، هم ينتظروا دائما القبول والموافقة الجنسية الواسعة، يعني الواسعة الإطار، يعني يحبوا دائما يحسوا مع شركائهم الجنسيين أنهم متفوقين عليهم في الجنس وأنهم الأحسن، ولذلك هم لا يحترمون رغبات الشريك أثناء العملية الجنسية، هم يفكروا فقط في إرضاء نشوتهم هم أو في إرضاء حاجياتهم الجنسية هم، يعني ما يفكروش في الشريك تماما أو في احتياجاته. هو الشريك المهووس الجنسي يفكر أولا وقبل كل شيء في نشوته فقط، ولا يفكر أبدا في الاشتراك أو التبادل الجنسي أو الحب أو التعاطف مع الشريك الجنسي، يعني الشريك بالنسبة لي هو مجرد وسيلة لتمتعه، وسيلة جنسية ليمتعه. إذا رفض شريكك التبادل الجنسي، أو إذا رفض الاشتراك معك لو بارتاج، الاشتراك معك أو تحقيق بعض رغباتك، فلازم لازم تهربي منه بسرعة بسرعة شديدة جدا. ثالثا، العلامة الثالثة، هو دائما يضع المظهر الفيزيائي قبل العاطفة، يعني هو ما يدخلش علاقة حب مع امرأة إلا إذا كانت عندها المعطيات الفيزيائية اللي هو يدور عليها أو اللي هو يحبها. إذا المظهر الفيزيائي عنده أولا بعد تجي العاطفة، هذا إن أتت العاطفة، أوكي، يعني أحيانا لا تأتي. فإذا هو لما يعرف امرأة ما يهموش بماذا تفكر، ما يهموش بماذا تشعر، أو ما يهموش حتى هو كشخص ماذا يشعر تجاهها، كل ما يهمه هو جسمها أو مواصفاتها الجسمانية، يعني نوع الحب الذي يطبقه هذا الرجل مركز على الصورة، مركز على الصورة التي يحملها في عقله عن شريكته الجنسية، مما يؤدي به إلى التركيز على أهداف فيزيائية جنسية في العلاقة. يعني باختصار العلاقة تكون جنسية مبنية فقط على الشغف الجنسي، ما فيهاش أي شيء آخر، يعني دائرة العلاقة هي الشغف الفيزيائي،
ما في ما مش مبنية على كونكشن مثلا تحصل بين شخصين لهم عواطف، لهم مشاعر، لهم أفكار إلى آخره. سو هذه العلامة، قلنا العلامة الثالثة. طيب العلامة الرابعة، العلامة الرابعة، أنت كشريكة موجودة فقط لتلبية احتياجاته الفيزيائية. بعد فترة شهر العسل اللي هي الأسابيع الأولى من العلاقة اللي يكون فيها يمثل عليك الحب، راح تكوني مجرد شخص تحت الطلب. مجرد شخص تحت الطلب، ماذا يعني ذلك؟ يعني يتصل بك، اتصاله الجنسي بك بالنسبة لي هو كذلك اتصال عاطفي، يعني باتصال هاتفي منه لما يحب، هو لما يحب يمارس علاقة فيتصل بك، يطلبك حتى تلبي له هذه الحاجة أو هذا الغرض، وبعدين يعني لما ينتهي يروح لحال سبيله أو يرجع لحياته. يعني أنت بالنسبة لي تمثلين فقط الوقت اللي هو يحب يمارس جنس فقط، ما فيش مشاركات أخرى ممكن يكون معها، لازم دايما تبقاي رهنة إشارته. ولن تستطيعي التذمر لأنه سيوهمك بأنه يحبك، هو طول هذا الوقت سيوهمك بأنه يحبك، ويعني يبعث لك كلام حب بين الفينة والأخرى، يعني كل يومين ثلاث أيام يبعث لك كلام حب حتى يخليك متعلقة به ولا تفقدي الشغف به، حتى لما مثلا يحب يمارس علاقة معك تكون انت متأهبة فيزيائيا ومتأهبة كذلك بسيكولوجيا. جربي تتصلي به مثلا لما انت تحتاجيه في امر ما، لن تجديه، راح يقول لك انا مشغول او انا لا استطيع، لانك ببساطة انت لست موجودة في حياته كانسان، انت موجودة في حياته فقط كوسيلة جنسية. خامس علامة، التحقير المستمر. المهووس الجنسي هذا يعمل عنده خطة يقوم بها دايما مع كل شركاته، أنه يحقرهم، يحقر عقولهم، يحقر أجسامهم، يحقر عواطفهم باستمرار، وهذا يقوم به بصورة نمطية أو بصورة روتينية. لماذا؟ حتى يرسخ سيطرته وتفوقه عليك. يعني مثلا ممكن يقول لك نكتة هو قصد بها أنه يضحك، سواديزون يضحك معك، ولكن النكتة ستكون على جسمك مثلا، ستسيء إليك هذا النكتة بطريقة غير مباشرة، يعني لا أدري، شوف الحاجة أو الشيء اللي مش جميل في جسمك حتى يعمل عليه نكتة فقط حتى يزعجك أو حتى يضايقك أو حتى يحقرك ويشعرك بأنك أقل منه، وانت تبقي متمسكة به وتقولي يعني تقولي أنه حين تختلط اللغات تقولي أنه أحسن مني وأنه أعلى مني، وتبقي متمسكة به لأنه في الحقيقة هو ما يملكش كذلك شيء آخر يبقيه في العلاقة إلا الشغف الجنسي. فإذا أنت عملتي له opposition أو اعتراض على سلوك جنسي ما قام به معك، فهو رح يخليك لأنه هذا الشيء اللي يربطه بك. أوكي، فكما قلت لك ممكن يعمل لك ملاحظة على جسمك، ممكن يعمل لك ملاحظة على سلوكك الجنسي، على أي شيء، المهم أنه يضايقك أو يحقرك. علامة سادسة، هو يتصرف أو يرد الفعل بصورة سلبية لما أنت ترفضي أو تعتذري عن تنفيذ أوامره الجنسية. يعني ممكن يطلب منك أمر جنسي وأنت تقولي له لا، no, I'm not able to do that. ما لن أقوم بذلك، ففي الحالة راح يرد الفعل بطريقة غريبة، بطريقة متعصبة، عصبية، فيها غضب. لماذا؟ نقول لك لأنه لا يقبل الرفض، هو بالنسبة ليه he's the best، فهو ما يقبلش الرفض وما يقبلش الإحباط الجنسي، ولذلك ممكن يصمت حتى يعاقبك أو يغضب عليك أو يتهكم عليك بسخرية أو ينقص جرعات العاطفة اللي كان يمدها لك فيما سبق، أو ممكن كذلك حتى أنه يهددك بالانفصال عنك حتى يولد لديك شعور بالذنب. أنت تقولي مسكين أنا حرمته ولا أدري من حقه كشريك، فلذلك
هو يريد الانفصال عني. 7 علامة سيهملك، هو يهملك مباشرة بعد العلاقة الجنسية. يعني جي تحكي له حكاية بعد ما يكمل العلاقة الجنسية معاك توجديه لاني غير مهتم، جيت تقولي له موضوع يتوجديه غير مهتم. فإذا هو عنده حالة من الإهمال واللا مبالاة تحصل مباشرة بعد الانتهاء من العملية الجنسية. تقدري تقولي هو سيمسح، يمسح إيفاسيفاسي إيماسيونيلمان، سيمسح عاطفيا تماما بعد ما يلبي احتياجه الجنسي. يعني ستشعرين بأنه ملول أو يحب ينام أو يحب يغادر أو لا أدري، مهم تشعرين بأنه لم يعد يريد البقاء معك، لأنك أقول لك لماذا كذلك، لأنك وسيلة جنسية عنده وقد انتهى من استعمالها. أنا آسفة اليوم استعملت كلام ممكن قاسي، ولكن في هذا الموضوع ما عنديش كلمات أخرى استعملها. So الحقنا قلنا جوجوس فان نشوف أوراقي هنا، الحقنا للإهمال العلامة 7، بقت لنا العلامة 8 و9. العلامة 8 هو شخص خائن لا يستقر أبدا مع شريكة واحدة، يعني ما يقدرش يعيش مع امرأة واحدة لمدة طويلة من الزمن جنسيا نقصد، يعني ممكن يكون متزوج وعايش مع امرأة okay. أو يمارس معها جنس كذاك okay. ولكن ما لا يستطيع أن يبقى وفيا لهذه المرأة، دايما عنده شريكات جنسيات أخريات يعني، وكذلك ممكن يخليك لمجرد أنه حب يغير. يعني ممكن تكوني أنت شخصية مثلا تعجبيه جنسيا وعنده الكثير من السنوات معك 4 أو 5 سنوات أو 10 سنوات، ولكن لما يحب يغير رح يغير بطريقة بسيطة يعني دون أدنى شعور بالذنب، لأنك بالنسبة لي أصبحت لا تلبي احتياجاته النفسية والجنسية، هو يحب يحصل على شيء جديد. العلامة 9 هو شخص عنيف في ممارسة الجنس، يميل إلى القوة والعنف، ومن بين أحلامه أو فانتازماته، من بين الفانتازم اللي يعملهم هي رؤية الدماء أثناء الجنس والعنف في الجنس و كل هذه المرادفات للدماء والعنف وإلى آخره. لذلك إذا كان في علاقة جنسية يحب يحقق، تلاحظي أنه يحب يحقق الفانتازم اللي هو يحلم به، فتجديه يطلب منك طلبات غير طبيعية أو طلبات مرضية. ولذلك بما أنه هو يعرف أنه مختل نفسي وأنه مريض، فلازم دايما يكون معاه شخصية تحبه بشدة أو شخصية ضعيفة أو شخصية خاضعة له باستمرار، يعني بين قوسين شخصية تخاف منه حتى ماذا، حتى تنفذ له مطالبه الجنسية. وإذا رفضتي مثل ما قلت سابقا، إذا رفضتي أو انزعجتي أو ضايقتي أو ما شابه، يولي يفكر جديا في أنه يغيرك بشريكة جنسية أخرى. فإذا هذه العلامات، إذا وجدتي 3 علامات من العلامات اللي قلتهم لك الآن، فأنت من دون أدنى شك مع شريك جنسي مريض مختل جنسي أو مختل أو نرجسي سيكسوال، نرجسي سيكسوال. طيب on va passer à la deuxième partie، نمر للجزء الثاني من الاوديو. في بنات كثار رسلوا لي اسئله جنسيه، واكيد انا مش راح نذكر اي اسم لاني نعرف انه الناس تعاني من الكثير من الامراض النفسيه، ولذلك راح نجاوبكم بصوره انونيم، كل وحده راح تعرف نفسها. فانا اخترت 4 اسئله شائعه، 4 اسئله يعني كثيره يعني قريبة، يعني كل الأسئلة تصب في نفس الموضوع تقريبا، ولكن هي أسئلة شائعة، نقدر نقول أسئلة شائعة. أول سؤال، وحدة قالت لي زوجي يتركني لوحدي في الغرفة، وكثيرا ما رأيته يستمني في الحمام. إجابتي سريعا، هو احتمالين عندك، احتمالين،
يا إما إنسان سوي وهو لا يحبك ولا يحب جسمك ولكنه لا يجرؤ على مصارحتك، يعني هو باختصار ما يحبش العلاقة معك أما ما قدرش يقول لك. احتمال الثاني هو إنسان مريض مدمن على العادة السرية وعلى الاستمناء ولا يستطيع أن يحصل على نشوته إلا بهذه الطريقة. قولي لي ما هو الحل حتى تشوفي الفرق. الفرق سوري مش الفرق الحل سوري الحل إذا كان مريضا نفسيا لا يجد نشوته إلا أنت شوفي روحك، أنا لا أدري ما هي علاقتك الجنسية مع زوجك. إذا كان الشخص هذا لا يجد نشوته إلا في الاستمناء فالحل الوحيد هو الانفصال عنه لأنه مختل نفسي، وللأسف الشديد علاجه رح يأخذ وقت طويل جدا، يعني ستمضين حياتك وأنت تعالجيه وليس من الأنانية أبدا، ليس من الأنانية أبدا أن تطلب امرأة حريتها أو أن تطلب امرأة الانفصال عن زوج مريض جنسي أو عاجز جنسي، لأنك من حقك أنك تعيش حياة جنسية. في الوطن العربي علموهم وقرّوهم منذ الصغر أن الذكر هو الأول والأول والأول، وأن الأنثى لازم تسكت على كل ما يفعله، ما تسكتيش على حقك، حاولي تتحري الحقيقة. إذا كان شخص مرة على مرة يسقط إتسكي، أما إذا كان شخص عايش معك بهالطريقة منذ ما تزوجتي به فانفصلي عنه، ما فيش حل آخر. وأكيد هنا ننصحك أنك تتحاوري معه. لا أدري حسيت أني عندي كلام آخر لازم أقوله لك حتى ما نظلمش هذا الرجل. لازم تتحاوري معه، لازم تعرفي أصل المشكل. تحاوري معه قولي له ما هو المشكل في علاقتنا، ما هي الأمور اللي ما تمشيش. إذا صارحك أو إذا قال لك شيء فحاولي أنك تحسني من نفسك، لأنك أكيد أنت امرأة واعية مدام أنت تسمعيني. إذا قال لك أنا في الحقيقة ما عدش نقدر أنتشي معك، ففي الحالة ما فيش حل آخر مع هذا الانفصال. السؤال الثاني، قالت لي وحدة ما رأيك في الرجال الذين يحتكون بالنساء في المجامع البشرية أو الطوابير أو الأوتوبيس؟ هم ببساطة رجال عندهم بارافيليا جنسية اللي هي الاحتكاك، هي بارافيليا جنسية موجودة مصنفة يعني علميا، وهم في الناس أو هم رجال لا يشعرون باللذة الجنسية. أولا لازم تعرفي أن هذا الظاهرة موجودة فقط عند الشباب والمراهقين. إذا وجدت في شخص كبير في العمر يعني يفوق سنه 30 سنة مثلا فهو شخص مريض، لازم تعرفي هو شخص مريض أو مهووس جنسي. أما إذا وجدت عند الشباب يعني واحد عنده 20 سنة أو أقل الشباب والمراهقين فهي بارافيليا جنسية موجودة عندهم بسبب قلة الإشباع الجنسي. أوكي؟ هم يشعرون باللذة الجنسية حين يلامسون أو يتلامسون مع نساء من دون رغبتهن. أوكي؟ هو يعرف أن المرأة مش موافقة فهو يحتك بها، وممكن المرأة تسكت يعني تخاف من الفضائح ولا كذا إذا كانت في مكان عام وإذا كانت في وسط مجموعة من الناس. وهم يشعرون باللذة أنهم فرضوا عليها هذا الاحتكاك أو هذا الجنس من دون أن توافق. هذه البارافيليا، البارافيليا يعني في مصطلحها النفسي. أوكي؟ في الغالب هذه العادة السيئة تروح من عند الشباب بمجرد ما يحصل عندهم إشباع جنسي، يعني يسون كومبلي سيكسوالمان، عندهم حالة إشباع جنسي خلاص ما يعودوش يعملوا هذا الشيء لما يخرجوا أو لما يكونوا مع مجموعة من النسوة أو كذا. إذا استمر الوضع فهذا للأسف الشديد إنسان مريض. هو اللي حكيت عليه في الأول لما أعطيتكم العلامات، علامات الشخص هذا اللي الشخص المريض أو المختل نفسي. سوري. السؤال الثالث، قالت لي وحدة أشعر أن حبيبي لا يحبني إلا من أجل العلاقة الجنسية. قالت لي نحن نقطن مدينتين مختلفتين وهو لا يتنقل إلى مدينتي إلا لما يكون متأكد أني عندي المكان والوقت اللازم للبقاء معه. حبيبتي الإجابة بسيطة، هذا هو اللي الشخص اللي كنا نحكي عليه، هذا نرجسي جنسي، ابتعدي عليه. أولا ابتعدي عليه حتى تعطي فرصة روحك تفكري في هذه العلاقة. أوكي؟ لأني أنا في نظري أنت عنده مجرد
مفرغ مفرغ ان ديبوتوار دو سبيرم مفرغ للمني. انا اسفه انا اسفه نعرف انه كلامي قاسي ولكن القسوه تفيد في بعض المواقف حتى يستفيق الانسان. انتي مش نقول لك انا لن احكم عليه، دائما نقول لكم الحكم عندكم والتفكير عندكم. انتي حطيه في موقف ما انتي تحتاجيه، حطيه في موقف انتي تحتاجيه، مش هو يحتاجك حتى يعمل سكس. قولي له مثلا سيارتي معطله وانا احبك تاخذها تصلحها وانا ندفعها، انا ندفع مال، انا ندفع فاتوره الاصلاح، فقط روح خذها انت كرجل تعرف الميكانيكيين بلا 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 بلا، خذ سيارتي وصلحها. إذا استجاب لطلبك هذا وجاخذ سيارتك وصلح حالك، أوكي، فهو شخص عنده عاطفة تجاهك، يعني فيه شك أن يكون مهووس جنسي، ولكن فيه شك وفيه أمل، فيه أمل أنه صح يكون شخص يحبك. إذا قال لك أنا مشغول ولا أستطيع فعل ذلك، ابتعدي عن أو اقطعي معه بصورة نهائية دون أن تأخذك به أي رحمة، أوكي. السؤال الرابع والأخير، قالت لي وحدة، قالت لي زوجي لا يمارس معي علاقة جنسية إلا إذا حضر أفلام إباحية، قالت لي هو مفكر إني مش عارفة ولكن أنا أشوف الإستاريك عنده وعارفة وعارفة وعاملة نفسي مش عارفة وعارفة عاملة نفسي مش عارفة أعمل إيه؟ ما هي ذو المشكلة، أنت عاملة نفسك مش عارفة، علاش تعاملي نفسك مش عارفة؟ اسأليه لماذا تحضر أفلام إباحية؟ ما الذي يزعجك مثلا؟ إجابتي حبيبي، هذا الشخص هو غير مرتاح معك أكيد، يعني زوجك غير مرتاح معك في العلاقة الجنسية، يعني صارت علاقتكم يا إما هذا احتمال الأول، صارت علاقتكم روتينية كثيرا فهو يشوف هذه الأفلام حتى يستثار، حتى يعمل انتصاب يعني حتى يقدر يمارس معك علاقة جنسية. والاحتمال الثاني أنه يكون مدمن، لأنه يعني فيه كذلك ناس أو رجال مدمنين أفلام إباحية ولا يستطيعون العيش من دون مشاهدة أفلام إباحية، فهذا مدمن. طيب تقولي لي كيفاش نعرف إذا كان مدمن أو مريض؟ يعني لأنه المدمن هو مريض، لازم يحتاج أنه يقلع عن الإدمان. هذا الفرق بين الاثنين، إذا كان يبقى معك بعد العلاقة ويعاملك بلطف ورومانسية، يعني يحضنك ويقبلك وكذا، فهو إذن إنسان عادي، يعني هو رجل عادي، هو الحالة الأولى، هو شخص يريد إشباعك جنسيا فيقوم يتفرج أفلام إباحية حتى يستثار، عنده مشكل في الانتصاب. أما إذا كان يقوم من السرير مباشرة بعد انتهاء العملية الجنسية فهو إذن الحالة الثانية، هو مدمن أفلام إباحية ولا يستطيع عيش الواقع، يعيش في المواقع ولا يعيش الواقع. تحياتي، سلامات.